أعادت أمانة بغداد فتح مجسر ملعب الشعب بالكامل أمام حركة السير بعد الانتهاء من أعمال الصيانة. وقالت الأمانة في بيان لها إن إنجاز ملاكاتها في دائرة المشاريع أعمال صيانة والتأهيل الخاصة بالمجسر المذكور، والتي كانت على مرحلتين، تمثلت الأولى بالقشط والإكساء بالكامل ولكلا الجانبين، أما الثانية فتمثلت باستبدال مفاصل التمدد الحديدية لكلا الجانبين أيضاً، وبنوبات عمل استمرت على مدار الساعة ليدخل المجسر إلى الخدمة.